لو كنا بنتكلم على عمار كان ممكن يروح لولا ستر ربنا، وهو لسه مازال موجود لحد دلوقتي. عمار في مستشفى ابو ريش، شلل رخو، ما بيتحركش بسبب تشخيص غلط. هندخل بقى على القصة التالتة في مسلسل انا مش هسميه اهمال الطبي، هو السقوط. حضراتكم عارفين السقوط بيبقى شكله عامل ازاي؟ سقوط، وحل، اسفاف، رعونة، استهتار، استهبال، يعني سموه زي ما تسموه. بس المرة دي حصل مع الطفل آدم إبراهيم. هو لا توفى، ربنا يحفظه ويحميه لأهله، ولا أصيب بمرض. بس القصة باختصار شديد، ده طفل عنده 3 سنوات دخل يعمل عملية طهارة. بعد 3 سنين قرروا ان هم يروحوا يطهروا في المستشفى، مستشفى الشيخ موسى، بناء على توصية الدكتور اللي راح اعمل ايه بقى. حاجة عجيبة جدا، انا اول مرة في التاريخ اسمعها. راح اقنع والد الطفل ادم ان هو يعمل له عملية الطهارة دي بالليزر، عشان الولد عنده يعني شوية مشاكل بسيطة، مشاكل صحية. فراحت تحولت العملية من عملية الطهارة عادية خالص بتحصل كل الناس دي عادي، ها، لبتر العضو الذكري لطفل عمره لا يتجاوز 3 سنوات. مش موجود. الطفل ده أصيب بغرغرينة في الجهاز التناسلي. الدكتور اللي عمل المصيبة أو الكارثة دي اسمه الدكتور أشرف السيد. وانا متعمده اقول اسامي الدكاتره، ما هو اصل مش هينفع. ما هو لو الناس اللي هناك داروا عليه وانا داريت عليه وكله دار عليه، يبقى احنا كده كلنا شكلنا وحش، يتقال علينا كلام مش كويس. فاضل بقى ان الكبير بقى المسؤول عن الكلام ده هو كمان ما يداريش عليهم. نشوف في تحيات بتتعمل ونشوف في عقاب بيتم. اهمال، عدم ضمير، عدم مهنيه، انا مش عارفه الاقي وصف اقوله. شفتوا ده قبل كده؟ أكيد شفتوه كتير. إحنا إزاي وصلنا لهذا المستوى الدنيء والقميء من الإهمال في الطب؟ ومحدش يقول لي دي حاجات فردية وما فردية. أنا سألت حضراتكم سؤال واضح وصريح، أنا أو أنتوا أو الناس كلها اللي موجودين معانا، في حد في يوم الأيام قلبه ما توجعش على حد قريب منه بسبب دكتور ما بيعرفش يشوف شغله؟ وده أقل وصف ممكن أقوله عليه بس عشان إحنا على الهوا. تعالوا نشوف ونرجع تاني. ابني يبلغ من العمر 3 سنين، اخذت ابني استشير الدكتور للطهارة. عرضت عليه مشكلة ابني، قلت له ابني كان عنده مشكلة في قلبه في الجهة اليمنى وكان عنده ثقب، والحمد لله الدكاترة قالوا لي الثقب دي لام، هل ينفع ان انا اطهره او مثلا البنج غلط عليه ام لا؟ قال لي طبعا، هو قال لي ما فيش مانع من الطهاره نهائيا، احنا طبعا هنبعد عن البنج التخديري اللي هو الكلي اللي بيخدر الطفل، هنحط بنج موضعي وهطهره لك في غرفه العمليات في الدار الثالث فوق مستشفى الشيخ موسى. طبعا قال لي هطهره لك بليزر مقابل مبلغ 300 جنيه. قلت له ما يشغلنيش، انا اهم حاجه راحه الطفل. خرج من العمليه بقول له يا دكتور، فوجئت بقى ساعتها كده في تسلخات حوالين العضو، تسلخات كتيره حوالي كده 4 سم كده، اندير كده يا دكتور. قال ده، قال لا ده من اثار البنج الموضعي. جيت اتصلت بيه بالليل هنا حوالي الساعه 10 بالليل، وهي كانت الطارئه اصلا كانت الساعه 6 المغرب مع اذان المغرب بالظبط. قال لي حط له مرهم. قلت له يا دكتور، طب انت حضرتك ما قلتليش على اي علاج ولا اي مرهم، ولا اعرف اصلا نوع المرهم، ولا في اصلا صيدلات عندنا في البلد. قال لي خلاص مش مشكله، بدر الصبح هاتهولي وتابع حاله الميه بتاع الطفل، لو تصير عرفني بالتليفون، ما تصيرش طب عرفني بالتليفون. طبعا انا اتصلت بيه قلت له ما فيش اي حاجه يا دكتور، ما تصيرش، الواد المغزى بيورم من تحت والميه حابسه فيه ما بيتصيرش. رحت له كانت الساعه 11 الصبح. خدوا مني بردك نفس اللي عمله في العمليات، خدوا مني في العمليات فوق، وفور ما ركب له قسطره من دون علمي. من بعد القسطره بقى الطفل بقى ما استريحش، جبنا هنا ولا نوم ولا اكل ولا شرب ومنع. عودنا له تاني يوم في نفس التوقيت، قال لي لا هو الثقب بتاع البول معظم ضيق شويه، هو ده اللي مزعله. المهم عودته لثالث يوم كذلك برضك نفس القسطره اللي عملها يعملها.
قلت له يا دكتور عرفني فيها الطفل، قال لي ما فيش اي حاجه. طبعا هو الليزر اللي معاه الجهاز اللي هو طاير بيه حرق الطفل وما صرحنيش باي حاجه. السبت رحت بمستشفى الجامعه في الفيوم، اول ما شافوا الطفل في مستشفى الجامعه صوروه على التليفونات بتاعتهم وقالوا دي غرغرينه وانت جاي لنا حاله كده متاخره وقلت لهم انا ما اعرفش عن كده حاجه، انا الدكتور طاهر وبيطمن فيها لحد النهارده. على الفور دخلوا لي عمليات في نفس التوقيت، فتحوا له بطنه وركبوا له قسطره خارجيه، قسطره في البطن كده، وقالوا دي كده وتحت المحاليل والعلاجات لحد ما الغرغرينه دي اشوف هنعمل فيها ايه، وربنا يكرمنا نلاقي حاجه بس عرق كده حي بس من الغرغرينه اللي هي كانت الطفل دي. المهم طبعا قالوا لي دي كده العضو كل حاجه هتسقط. طبعا انا ما قلت لهم انتوا بتقولوا كده ربنا موجود. طبعا الطفل فضل معجوز لحد تقريبا 21 يوم في المستشفى الجامعه، لقيت كل حاجه اللي هم قالوه حصل، لقيت المغزى الجرح اللي بدا الحمد لله يلم، بس العضو بتاع الطفل حته ورا حته كده اتساقط لحد ما انتهى تماما. طيب طبعا انا بعتذر انه كان في صور يعني للحاله نفسها، بس طبعا ما كانش يصح ان انا اعرضها على الهواء، صور مؤلمه للغايه، ما حدش كان هيتحمل ان هو يشوفها. الصور انا عشان اقول لحضراتكم باختصار زي ما والد طفل ادم قال بالظبط، بناء على ما حدث حصلت غرغرينه في الجهاز التناسلي للطفل، وعلى اثرها تم بتر العضو الذكري تماما، فهو الطفل دلوقتي اصبح بيعاني من مشكله.